موبايل متوسط هينزل جديد من سامسونج، بس هيكون منافس حقيقي ولا موبايل كده وخلاص زي معظم هواتف سامسونج في الفئة دي؟ يلا بينا هنعرف كل حاجة. ملحوظة صغيرة قوي، المواصفات اللي هقولها النهاردة تسريبات، لان الموبايل لسه منزلش بشكل رسمي، ولكن التسريبات دي بنسبة كبيرة صح. اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن سامسونج جالاكسي A32 5G، وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار، سواء سعر متوقع او سعر رسمي. اعمل لايك الفيديو واشترك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A32 5G. هنتكلم الاول عن الشاشة، وهي بتيجي من نوع IPS LCD، وبتيجي بحجم 6.5 بوصة بجودة Full HD Plus، وبدقة 2400x1080 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية جاية على شكل نوتش، والشاشة بتدعم معدل تحديث 60 هرتز. ركز معايا، الشاشة على فئة الجهاز وسعره كويسة جدا، ولكن كانت من الأفضل تكون بتدعم معدل تحديث 90 هرتز زي كل الهواتف اللي موجودة في الفئة دي، ولكن بشكل عام الشاشة كويسة جدا. سامسونج حطت لك شاشة مش قوية قوي، ولكن حطت لك معالج ممتاز. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تك ديمنشيتي 720 بدقة تصنيع 7 نانو، والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس. المعالج ده بيتفوق على معالج سناب دراجون 730G بنسبة صغيرة. المعالج على فئة الجهاز ممتاز جدا، وهتاخد منه أداء كويس جدا في التصفح والاستخدام العام عموما، وهتاخد منه أداء كويس جدا في الألعاب، بالإضافة طبعا لدعمه خدمات الجيل الخامس. الجهاز بيجي بثلاث نسخ، الأولى 128 جيجا مساحة داخلية مع 4 جيجا رام، والثانية 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام، والثالثة 128 جيجا مساحة داخلية مع 8 جيجا رام. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. هنيجي للكاميرات، والجهاز بيجي بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل ودي الأساسية، والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والثالثة 5 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا، والرابعة 5 ميجا بكسل ودي العمل العزل. الكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الأمامية في الجهاز بتيجي 20 ميجا بكسل، وبرضه بتصور فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في الثانية. هو للأسف علشان الموبايل تسريبات، فلحد دلوقتي مفيش أي أخبار عن بطارية الموبايل، ولكن التسريبات بتقول إنها هتكون بتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. وللأسف يعني لو التسريبات صح، دي سرعة مش كويسة قوي في الفئة دي. الموبايل بيجي بأندرويد 11، الموبايل بيدعم NFC، ولكن حسب التسريبات هيكون حسب البلد، لأنه تقريبا هيكون في نسخ بتدعم NFC ونسخ لأ. الموبايل بيدعم منفذ السماعات. بالنسبة لمنفذ شحن الموبايل بيجي من نوع تايب سي. ظهر الموبايل مفيش تسريبات عنه، ولكن أكيد هيجي من البلاستيك زي عادة سامسونج. لحد دلوقتي ما نعرفش الوان الموبايل الا الابيض والاسود، لسه في الوان تانية ولكن ما نعرفهاش. الجهاز بيدعم مستشعر البصمة وموجودة في زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل سامسونج جالاكسي A32 5G. الجهاز بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت. الشاشة كويسة جدا، ولكن كانت مفروض تكون 90 هرتز. المعالج هيقدم لك أداء ممتاز في كل حاجة. عيوب موبايل سامسونج جالاكسي A32 5G. لو الشحن السريع طلع 15 واط بس حسب التسريبات، مش هتكون سرعة كويسة في الفئة دي. طبعا لو ظهر الجهاز من البلاستيك هتكون برضو حاجة سلبية. ودلوقتي خلينا أوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الموبايل. بس خليك عارف ان الاسعار كلها اللي هقولها دلوقتي اسعار متوقعة، وده لان الجهاز لسه ما تمش اطلاقه بشكل رسمي. متوقع اطلاق الهاتف بسعر 250 دولار. السعر المتوقع في مصر 4500 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1080 ريال. وخليك فاكر ان الاسعار كلها متوقعة. طيب خليني دلوقتي يا عم مش عاجبني الموبايل ده، ايه اقوى منافس للموبايل ده؟
شاومي بوكو اكس 3 ان اف سي. الموبايل ده اقوى منافس لموبايل سامسونج جالاكسي اي 32 5G. هنخش على المقارنة، ولكن قبل ما نخش على المقارنة هقولك كالعادة اننا هنا في القناة عملنا مراجعة شاملة لموبايل شاومي بوكو اكس 3 ان اف سي. لو عايز تشوفها هتشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي هظهر لك فوق دلوقتي. هنقارن الاول اداء الجهازين، وهنا سامسونج بيجي بمعالج ميديا تك ديمنشري 720، وبوكو بيجي بمعالج سناب دراجون 732G، وهنا معالج سامسونج يتفوق ولكن بفرق صغير جدا. سامسونج بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus وبمعدل تحديث 60 هرتز، وبوكو بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus وبمعدل تحديث 120 هرتز، وهنا شاشة بوكو تتفوق لأن معدل تحديثها 120 هرتز. سامسونج بيدعم خدمات الجيل الخامس، ولكن بوكو لا يدعم خدمات الجيل الخامس، وهنا سامسونج تتفوق. سامسونج يدعم منافس تايب سي، وبوكو برضو يدعم منافس تايب سي، وهنا الاثنين زي بعض. حسب التسريبات سامسونج بيدعم الشحن السريع بقوه 15 واط، وبوكو بيدعم الشحن السريع بقوه 33 واط، وهنا بوكو تتفوق. يلا نشوف فرق السعر ما بينهم، مع العلم ان سعر سامسونج ده سعر متوقع زي ما قلت قبل كده لان الجهاز لسه منزلش، انما سعر بوكو ده سعر رسمي، وده لان الموبايل نزل مصر بالفعل. سعر سامسونج المتوقع 4500 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 جيجا رام 4400 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في موبايل معين عايزين نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في موبايل سامسونج جالاكسي A32 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.